بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يطيب لنا ويسرنا ويشرفنا ويسعدنا ويثلج صدورنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع خادم الحرمين الشريفين، في هذه الجامعة العريقة العملاقة العتيدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤسسة علوم السيادة والريادة، جامعة الوطن، مع معالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام، وذلك عبر مناشط وبرامج وحدة التوعية الفكرية في الجامعة، من خلال محاضرة مهمة بعنوان وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم. ونحن نعلم جميعا أن مثل هذا الأمر هو من الأولويات ومن العقيدة التي نسير عليها وننهل من معينها وننهج نهجها على طريق سلفنا الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة في بلد التوحيد ووطن القرآن ووطن السنة ووطن الخير والعدل والبر والإحسان والمحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، وقبلة المسلمين، ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم، والمعينة لقضاياهم، والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. كيف لا وهي تغرف من زلال العقيدة الصحيحة وتنهل من معينها الزلال المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وتطبق شريعة الله غضة طرية كما جاءت في الوحيين الكريمين حدودا وأحكاما وتعاملات وعلاقات وحركات وسكنات، بل في جميع الأحوال والتحولات قيادة وولاة أمر شرعيين راشدين لهم بيعة في أعناقنا وسمع وطاعة في غير معصية الله على وفق ما جاء في أحكام شريعة الله، تنهض بذلك وتغذيه وتنميه وتطريه وتعمل على تأطيره وتأصيله جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من خلال استضافتها لأصحاب السماحة والفضيلة العلماء الذين عرفوا بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم والعلمية المتميزة
بل هم ينطبق عليهم وصف العلماء الربانيون الموقعون عن رب العالمين. وفي هذا اليوم يأتي أحد علمائنا والمتميزين في الطرح والمناقشة التي تعتمد الموضوعية والاتزان والحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله على بصيرة، وذلك من خلال توجيهاته وبيانه وتسديداته عبر منبر عظيم ومكان كريم، ألا وهو حرم الله الآمن. فقد ذاع صيته وشاع علمه وخبره ونهل الجميع من معارفه وعلومه عبر ذلك المنبر ومن خلال ما يشارك به من محاضرات وندوات وملتقيات ومؤتمرات يخص بها جامعته الأم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بل إنه يفرح ويسعد عندما يدعى إليها لأي منشط أو عمل ويبادر بالاستجابة، وليس ذلك بغريب عليه، لأنه ممن استفاد واستزاد من علومها ومعارفها طالبًا في المعهد العلمي وفي مرحلة البكالوريوس وفي الماجستير وفي الدكتوراه كذلك. ولا شك أن الجامعة تفخر به وبأمثاله، ونحن اليوم جميعًا سواء الحاضرون في هذا الجامع المبارك أو من يُنقل لهم هذا اللقاء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ذكورًا وإناثًا وموظفين وموظفات، نتشرف بأن يتواجد بيننا بين إخوانه وأحبابه وزملائه ليستفيدوا مما سيطرحه بإذن الله تعالى. فإليك اللاقطة أبا عبد العزيز، موفق مسدد بإذن الله. شكرا معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أجدر. صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ووكلائها، أيها الإخوة الحضور من الطلاب والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الزكي وكاللآل. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعني بكم في رحاب هذا البيت من بيوت الله وفي رحاب جامعتنا العريقة جامعة السيادة والريادة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي عم فضلها وخيرها وأثرها أبناء هذه البلاد وأبناء العالم الإسلامي بل والعالم أجمع. فشكر الله لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده آمين. ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي العهد ولمشايخنا وعلمائنا الذين أثروا مناشط هذه الجامعة ويأتي في مقدمتهم العالم الوزير الموفق المسدد صاحب المعالي الشيخ سليمان وفقه الله ربان هذه الجامعة وعرابها الذي أوصلها بفضل الله ثم بدعم ولاة الأمر وتكاتف هذه النخبة المباركة والكوكبة المميزة من الفريق العاملين معه إلى الريادة العالمية بارك الله في جهودهم وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. وقد أحسنت الجامعة في اختيار هذا الموضوع المهم وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم. وسيشمل الحديث تمهيداً وبعض العناصر المهمة في هذا المجال في محاور ثلاثة: في دور الطلاب والطالبات في خدمة دينهم، ثم في خدمة وطنهم، ثم في الالتفاف حول ولاة أمرهم. وهي كلمات محب لمحبيه، ووصايا وتوجيهات وتذكير للنفس أولاً. وأعلم أنها لا تخفى على شريف علم الجميع، لأن مشايخنا وعلماءنا وفقهم الله وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة يولون هذه القضايا الاهتمام والعناية الفائقة. أولاً، لماذا دور الطلاب والطالبات؟ لا شك أن للطلاب والطالبات أثراً كبيراً في مسيرة المجتمعات، فهم شبابها وفتياتها. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري. هل كان أصحاب النبي محمد إلا شباباً شامخ الأفكار؟ ولهذا فإن التركيز على أثر ودور الطلاب والطالبات تركيز واجب ومهم، لأن لهم المستقبل بإذن الله المشرق الذي من خلاله يحملون مشاعل الهداية والتوفيق بعد الله عز وجل في خدمة دينهم وأوطانهم وقيامهم بواجبهم تجاه ولاة أمرهم. وإذا تأملنا مسيرة التأريخ وجدنا أن للشباب أثرًا كبيرًا في مسيرة هذه الأمة وفي مناصرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. مسؤولية الإنسان والطلاب والطالبات تجاه دينهم مسؤولية عظمى، وأمانتهم في ذلك أمانة كبرى، وأعظم الوصايا وأجلها وصايا رب العالمين سبحانه التي جاءت في كتابه الكريم. فمنها مثلاً آيات الحقوق العشرة في قوله، والوصايا العشر في قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. وآيات سورة النساء في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات. كل هذه وصايا القرآن ووصايا السنة نتذاكر بها في هذه القضايا المهمة. لماذا
هذه القضايا بالذات في هذه الآونة والحقبة من التأريخ، إن التركيز على هذه الوصايا والتوجيهات يأتي أولاً من مكانتها ومنزلتها، فهي وصايا القرآن والسنة، وصايا كتاب الله عز وجل، ووصايا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك الصحابة الكرام والأئمة وسلف هذه الأمة، فلا يزال الأئمة والعلماء يوصون بالعناية بالدين والعناية بالوطن الذي نشأت عليه هذه الأجيال، لا سيما وطن التوحيد ووطن القرآن والسنة ووطن الحرمين الشريفين، وكذلك ولاة الأمر لما لهم من منزلة عظمى في هذا الدين القويم. فالتذكير بهذه القضايا لطلابنا وطالباتنا في وقت هم أحوج ما يكونون إليه، وتستهدف عقولهم وأفكارهم، وتتخطف من قبل من لا خلاق لهم، ويريدون إغلالهم وإغواءهم عن طريق الحق، والزج بهم في مستنقعات وبؤر من الأفكار والانحرافات الفكرية تعج بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. فكم هي المخططات والمؤامرات ضد الدين وضد الوطن وضد العلماء وضد ولاة الأمر يقوم بها أجندات وأيديولوجيات مخالفة للحق سائرة على ضلالها وانحرافها، وتحسد هذه البلاد في لحمتها وعقيدتها، وتريد أن تزج بشبابها إلى مستنقعات التكفير والتفجير والتدمير وحمل السلاح على الأمة وعدم السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر. وهذا عبر التأريخ هو مصدر خطر على هذه الأمة وعلى اجتماع شملها ووحدة صفها النظيم ولحمتها الوطنية ووحدتها الدينية. إن أولى ما ينبغي على المسلم والطالب والطالبة تجاه دينه أولاً أن يستشعر هذه النعمة العظيمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله لهذا الدين القويم، دين الشمول والكمال والوفاء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانياً العقيدة، العقيدة التوحيد، التوحيد الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، الإيمان، التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين من عباده. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. التوحيد هو الركيزة الأساس التي سار عليها أنبياء الله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو دعوة المرسلين والمصلحين في كل زمان ومكان. وقد من الله على بلادنا هذه بأن جعلها موطن التوحيد منذ أن بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك صحابته من بعده، وتمر القرون، ويشاء الله عز وجل توفيقاً لهذه البلاد أن يجتمع الإمامان، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، على دعوة التوحيد والإخلاص لله
تبارك وتعالى وإعلاء راية السنة وجمع كلمة المسلمين على هذا المنهج الحق، إلى أن جاء عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله له، وسارت هذه البلاد في مراحلها الثلاثة على هذا المنهج القويم في مراحلها الثلاث على هذا المنهج القويم، وإلى هذا العهد المبارك الميمون، ودولتنا رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعتز بالتوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة والسنة القويمة ولزوم منهج السلف الصالح في جمع بين الأصالة ومكتسبات وتقانات العصر في نشر مبادئ ديننا وسماحته واعتداله، مما يجب علينا تجاه ديننا ثالثاً طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلكم أيها الإخوة لزوم السنة، رابعاً لزوم منهج السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لا حق إلا عن طريق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، فمن رام الهدى من الأهواء والآراء وزبالات الأذهان والأفكار فقد ضل ضلالا مبينا. والإمام القدوة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أحوج أهل السنة والجماعة اليوم وهم يعانون تحديات الطائفية والبعد عن السنة إلى ألوية أفكار ضالة وجماعات مشبوهة وتنظيمات إرهابية، أن تلزم غرز السنة، السنة السنة لمن أراد النجاة. يقول الإمام الزهري رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. نعم، غرق في أمواج وتيارات الانحراف والضلال والأفكار المخالفة للحق. رابعاً وخامساً لزوم منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سادسا العبودية لله، العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى رأس العبادات الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وسائر خصال وأعمال الإسلام وعباداته، وكذلك المعاملات والأخلاق والسلوك والتربية والتنشئة على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادساً الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. قال أهل العلم:
خيارًا عدولًا، ولا تغلُ في شيءٍ من الأمر واقتصِد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمُ الغلو والتطرُّف والتنطُّع ومُجاوزة الحد، وكذلك ما يُقابِلُه من التطرُّف المُضاد في التغريب والانحلال والعولمة المُخالفة للحق، كل هذه من الأفكار بين طرفين، ودين الله وسطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه. إن الغلو والتطرف في تأريخنا المشرق الناصع كان صفحة سوداء مظلمة وقاتمة لما يحمله من حمل السلاح على الأمة وركوب مطية العنف وعدم عصمة الدماء بل إراقتها بغير وجه حق والعياذ بالله. ونحن نعلم أن من مقاصد هذه الشريعة حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وذلك يحتاج منا إلى العناية بالأمن الفكري وتحصين الطلاب والطالبات عن كل الأفكار الدخيلة والمناهج الهزيلة المخالفة لمنهج الوسط والاعتدال. سابعاً، تعلم العلم الشرعي والاهتمام به، وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففز بعلم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. والعلم يحتاج إلى منهجية صحيحة، ومن أهمها أخذ العلم من العلماء، من العلماء الراسخين الربانيين، لا أنصاف المتعلمين، ولا الأخذ من المجاهيل عبر شبكات المعلومات أو الكنى التي لا يُدرى من وراءها من الأجندات، أو الفتاوى الشاذة التي تسوِّغ المُنكر وتسوِّغ المُخالفة لما عليه جماعة المسلمين وعلماؤهم الربانيون الراسخون. فليحذر طالب العلم من مصادر التلقي المشبوهة، وإنما يأخذ من الراسخين، ويلتف حول العلماء ليستفيد منهم، فيحني الظهور ويثني الركب في حلق أهل العلم ليستفيد منهم، وليكشفوا شبهات القوم الذين يتذرعون بها لبث الشبه بين أبنائنا وطلابنا وطالباتنا. إن الالتفاف حول علماء الشريعة هو صمام الأمان وطوق النجاة، وهم المرجعية الموثوقة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثامناً، الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفرق والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن خطر الانقسامات والفرقة والاختلافات والتصنيفات والانشغال بها بين طلبة العلم مما يعوق مسيرة العلم الصحيح. فالأصل حسن الظن بالمسلمين وسلامة الصدور لهم، ومتى ما بان من أحد مخالفة أو تعصب لجماعة أو تنظيم مخالف للحق أو عمليات إرهابية أو تسويغ مسارات مخالفة لما عليه سلف هذه الأمة، فإن الواجب النصيحة، والواجب كشف الشبه لهؤلاء من أهل العلم الراسخين والربانيين. مما ينبغي أيضًا أن يُراعى بين طلاب العلم، وما يُعينهم على أداء رسالتهم في الطلب والتحصيل، مُراعاة أدب الخلاف،
وسلامة الصدور وعفة اللسان وعدم الانشغال بالقيل والقال، وإنما الانصراف للرسالة العلمية والأخذ من العلماء وضبط الأوقات والاستفادة منها. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إننا نشكو إلى الله مما وقع فيه بعض طلبة العلم من توسيع هوة الخلافات بين طلاب العلم في بعد عن أسلوب التناصح المشروع والرمي بالتنابز والتصنيفات والانقسامات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي أن نحرص على سلامة القلوب والصدور لإخواننا في الله عز وجل، وإن اختلفنا معهم في فروع المسائل والوسائل والمسائل الاجتهادية والنوازل المعاصرة، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الدين والدليل والمنهج الحق، وأيضاً ألا يؤثر هذا على الوطن الغالي ولحمته ووحدته، وطن التوحيد والقرآن والسنة والحرمين الشريفين، وألا يكون فيه افتيات على ولاة أمرنا وخروج على السمع والطاعة عليهم. فالأدب بين طلاب العلم والشمائل والأخلاق هي ما ينبغي أن يكون ديدن الجميع. وإنك لعلى خلق عظيم، الكلمة الطيبة، الابتسامة، حسن التعامل، إظهار الصورة المشرقة، كما كان ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة الذين اختلفوا في مسائل كثيرة، ومع ذلك يقول الإمام الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله: خرجت من بغداد وليس فيها أفضل ولا أعلم ولا أورع من الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله يقول في الشافعي: هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. هكذا هو الاحترام بين طلاب العلم، والعذر في مسائل التي يسوغ فيها العذر. أما التي لا يسوغ فيها العذر كمسائل الاعتقاد والخروج على الأئمة واعتناق التنظيمات الإرهابية والجماعات المخالفة للمنهج الحق ومنهج الكتاب والسنة، فإن هذا ينبغي أن يراعى فيه النصح المشروع، وإلا إقامة الحق وكشف الشبهة واتخاذ الموقف الإسلامي الشرعي الصحيح الذي يبينه أهل العلم الراسخون فيه. ومما ينبغي أيضاً تاسعاً قيام الطلاب والطالبات والشباب المسلم والاعتزاز بدينهم وولاة أمرهم ووطنهم، وطن التوحيد والسنة والقرآن الكريم والحرمين الشريفين، فيقومون بالدعوة إلى الله على بصيرة. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. الدعوة المبنية على الإخلاص لا المبنية على الجماعات والانتصار للأحزاب والتعصب للقناعات في مثل هذه المجالات. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأخذ بأساليب الحكمة في هذا المجال وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وبناء العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج السلف الصالح بالحكمة والرفق والرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما ينبغي أيضاً التدرع بالصبر أمام الفتن والابتلاءات والمحن والتحديات. الصبر بكل معانيه، الصبر على طاعة الله
وعلى وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. كذلك أيضاً أيها الإخوة، الحادي عشر: العناية بالأمن الفكري، الأمن الفكري في تحصين العقول من كل ما يخالف منهج القرآن الكريم والسنة النبوية وما عليه السلف الصالح رحمهم الله. الثاني عشر: القدوة الحسنة للناس، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. فعلى طلاب العلم وطالباته وشداته والناهلين من معينه أن يكونوا قدوة لغيرهم، ونحن في هذه البلاد بلاد القدوة للعالم أجمع، فينبغي أن نراعي ذلك الأمر، لأننا في بلاد نشأ فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأصبحت رسالة الإسلام رسالة عالمية رحمة للعالمين، تسامحا واعتدالا ووسطية ورفقا وحسن تعامل، وأنموذجا مشرفا في إظهار الحق والدعوة إليه. الثالث عشر: الاعتزاز بهذا الدين وعدم التقليد والتبعية لغير المسلمين، فينبغي أن نعتز بإسلامنا وديننا، وإن لم نعتز به فمن نحن؟ وإن لم يعتز المسلمون بإسلامهم فبماذا يعتزون؟ وإذا لم يعتز طلاب وطالبات نشأوا في بيئة الدين والعقيدة والإيمان والسنة فبأي شيء يعتزون؟ إن هناك مسوخاً من الشباب والفتيات تأثروا بدعوات مخالفة لدينهم ولما عليه بلادهم وولاة أمرهم وعلماؤهم ومجتمعاتهم، فعبوا من ثقافات آسنة عبّة بدعوى الثقافة والفكر وما إلى ذلك من الأمور، وما هي إلا هز للثوابت ومحكمات الشريعة وقطعياتها ومسلماتها. والدين هو دين الوسط، دين الوسط بين الغلو والجفاء. هذه باختصار رسائل سريعة فيما ينبغي من وصايا وتوجيهات للشباب والفتيات فيما يتعلق بالحفاظ على دينهم. ثانياً: ما يتعلق بوصايا وتوجيهات تجاه أوطانهم. الوطن أولاً، وهذه معلومة ينبغي أن تصحح لدى بعض الناس، حينما يطلق الوطن تحس أن بعض الناس يكون عنده شيء من التحفظ وينفر من هذا التعبير، وهذا في الحقيقة غزو فكري مخالف لما عليه القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، فجعل الإخراج من الديار إزاء قتل الأنفس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنك أو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وإذا وصل إلى المدينة أوضع راحلته، بل أسرع براحلته شوقاً إلى وطنه المدينة النبوية المنورة. وأي غضاضة حينما نفخر بوطن التوحيد ووطن القرآن ووطن السنة ووطن الحرمين الشريفين. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، قد ضاها الشباب هنالك إذا ذكروها، ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. إن الوطن هو مصدر الأمن والاطمئنان في أكنافه التي عاش فيها المرء وفي خيراته
وبركاته، إن ذلك يحتم على كل واحد منا أن يعتز بوطنه، وطن التوحيد، وطن الشموخ والقرآن والسنة، ووطن الدعوة الإسلامية والدعوة الإصلاحية التي سارت عليها هذه البلاد المباركة. ومما ينبغي تجاه الوطن رعاية أمنه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن العناية بالأمن عناية مهمة، ويحذر طالب العلم والطلاب والطالبات من الفوضى أو ممن يتساهلون بالأمن ويريدون العبث بمقدراته ومنجزاته ومكتسباته. ثالثاً، الدفاع عن الوطن، الغيرة عليه، حبه وحب ولاته وحب البيئة التي درج فيها الإنسان وعاش بين أكنافها. وبهذه المناسبة والحديث عن الأمن، فإننا نحيي رجال أمننا البواسل والأشاوس الذين يدافعون عن أمن الحرمين الشريفين وعن مقدساتنا، ويحرصون على الحفاظ على الأمن في جميع ربوع ومناطق بلادنا، ويذودون عنها ويحرصون على أمنها واستقرارها، ويقفون سدًّا منيعًا أمام كل دعيٍّ يريد أن ينشر الفوضى أو أن يخرج على الولاة والأئمة أو أن يحرِّض عليهم أو أن يسعى في الفتاوى التحريضية أو الدعوات التحريضية والعواطف المشبوبة والحماسات غير المنضبطة، لأنها تجر، وهذا عبر التاريخ، إلى ألوان من الفساد لا يعلم مداها إلا الله. وطريق النصح المشروع ليس بخاف على أهل العلم والإيمان، ولله الحمد والمنة. فلجنودنا البواسل تحية إجلال وتقدير ودعاء وافر، وهم يبذلون الجهود في خدمة أمن هذه البلاد، وفي مقدمتهم رجل الأمن الأول، سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفقه الله وأيده. وكلنا يجب أن نكون رجال أمن وجنوداً وأعيناً ساهرة للحفاظ على أمن وطننا وبلدنا الغالي، بلد الإسلام والشريعة والقرآن والسنة. وكذلك أبطالنا الأشاوس في الحد الجنوبي الذين يحرسون بعد الله ثغورنا وحدودنا، أن يتسلل إليها أعداء هذه البلاد المباركة. ومما ينبغي أيضاً الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية. أبناء هذه البلاد جماعة واحدة، إمامها وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين، سلمت ولله الحمد والمنة من الاستعمار، وسلمت من الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمخالفة للحق، فهي جماعة واحدة لها إمامها وولاتها وعلماؤها، وكل أبناء هذه البلاد على هذا المنهج، إلا من شذ منهم وأعجب بجماعات وقناعات وتنظيمات مخالفة. هؤلاء نقول لهم فيئوا إلى الحق، ويسعكم ما يسع علماؤكم وولاة أمركم، وهم ولله الحمد والمنة ينهلون من معين القرآن والسنة. هذه البلاد لحمة وطنية واحدة، تحت سمائها وفوق أرضها عاش أبناؤها. إني أرى هذه البلاد وأهلها عقداً ثميناً لا يطال بسوء ظن. علماؤها أمراؤها جبلوا على حب العقيدة والسنن، أرسى قواعدها الإمامان رحمهم الله، فعلمها يمحو الضلال وسيفها يمحو الفتن. خامساً،
السعي في بناء الوطن. وأنتم يا طلاب العلم نرى فيكم مستقبل هذا الوطن الزاهر واستشراف المستقبل، تنهلون من العلم والمعرفة لتخدموا دينكم ووطنكم، وتسعوا في عمارته عمارةً حسية وعمارةً معنوية بالعقيدة، بالإيمان، بالعلم، بالتسلح بالمعرفة في شتى فنون المعرفة، وأيضًا إتقان العمل وإنجازه ودعم مقدرات هذا البلد ومكتسباته والرقي بالنفس في المستوى التعليمي والمهني، وكذلك الوقوف أمام أعداء هذا الوطن من المفسدين والإرهابيين والداعشيين وكذلك التغريبيين وغيرهم ممن يريد أن يجر سفينة هذا المجتمع إلى ما لا تحمد عقباه. كذلك التعاون مع ولاة الأمر ومع رجال الأمن في الحفاظ على أمن هذا الوطن الغالي، ومنها أيضًا المحافظة على اللُّحمة الوطنية، وكذلك احترام الأنظمة واللوائح التي يسُنُّها ولاة الأمر، فحكم الإمام في الرعية منوطٌ بالمصلحة، والمصلحة الشرعية متى ما رآها وليُّ الأمر حتى في الأمور المباحة وتقييدها، فعلينا السمع والطاعة والالتزام بالأنظمة واللوائح، ومنها الأنظمة الأمنية والأنظمة في المرور وغير ذلك، والقطاعات العسكرية والأمنية التي ما وجدت إلا لتحقيق المصالح العظمى. الحذر من استغلال الأعداء، الحذر من استغلال الأعداء، لا سيما خفافيش الظلام والأجندات عبر مواقع التواصل، احذروهم، احذروا هؤلاء الذين يروجون الشائعات المغرضة والأراجيف الباطلة والأخبار الكاذبة عن ولاة أمرنا وعن وطننا وعن علمائنا، يريدون أن يهزوا الرموز وأن ينالوا من القدوات والأئمة والعلماء. فليحذر الطلاب والطالبات من هذه المستنقعات الآسنة. المحافظة على الأموال العامة، الأموال العامة والمرافق العامة يجب المحافظة عليها متحلين بالنزاهة والبعد عن الفساد. تاسعاً الحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته وكل أسباب عمرانه. عاشراً الاعتزاز به، الاعتزاز به، فهو وطن العقيدة ووطن القرآن والسنة ووطن الحرمين الشريفين. الاعتزاز بتأريخه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الأئمة محمد بن سعود وتركي بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه البررة من بعده إلى هذا العهد المبارك، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وأيده. فهذا تأريخ. من الخطأ أن بعض أبنائنا لا يعرف تأريخه ولا يعرف ولاة أمره ولا يعرف العلماء الذين درجوا في أرض هذه البلاد المباركة من أئمة الدعوة الإصلاحية إلى عهد سماحة المفتي وفقه الله وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء. فينبغي العناية بتأريخ هذا البلد المشرق المتلألئ الوضاء، وليس تعصبنا فقط لمجرد ترابه أو لمجرد الأمور الحسية، وإنما هي والمعنوية كذلك. أخيراً واجب الشباب تجاه ولاة أمرهم، من المسلمات أنه لا دين إلا بجماعة، ولا بجماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة، قاعدة ذهبية في الولاء لولاة الأمر. لا بد تمسكاً بالدين وعقيدة وعبادة نتقرب بها إلى الله، وسار عليها سلفنا الصالح
أن حبنا وسمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا ليس لتحصيل مرغوب ولا للحذر من مرهوب، وإنما هي عقيدة السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ونسمع لهم ونطيع بالمعروف ديانة واعتقادا، كما نص على هذا أهل العلم في كتب العقيدة المعروفة. السمع والطاعة لهم وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نزلت هذه الآية في الرعية، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر إلا أن يأمروا بمعصية الله. ثانياً، تبجيلهم واحترامهم وحفظ مكانتهم وإكرامهم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، أخرجه أبو داود في السنة في السنن، وهو حديث صحيح. ثالثاً، النصيحة لهم، الدين النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم الداري: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصح لولاة الأمر ليس بالخروج عليهم ولا بالنصيحة العلنية على المنابر وأمام الملأ. من كان ناصحاً لذي سلطان فلا يبده علانية، وإنما يأخذ بيده فينصحه. ودائماً ولاة أمرنا وفقهم الله يعلنون سياسة الأبواب المفتوحة، فأبوابهم، هواتفهم، مكاتبهم مفتوحة، مكاتبتهم، مهاتفتهم فيما بينك وبينهم، ليكون ذلك أدعى للإخلاص لله عز وجل، وبه تبرأ الذمة ويتحقق المقصود بإذن الله. وهناك فرق بين النصيحة والتعيير، وبين النصيحة والتشهير، وبين التناصح والتفاضح الذي يرفع بعض الناس به عقيرته ويدعي أنه يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، وما عرف ذلك طريق الحق ولا الوصول إليه. وإنما طريق الحق ما سار عليه السلف رحمهم الله ودلت عليه نصوص القرآن والسنة. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي عدم التشهير بالأخطاء والهنات، فمن الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ وقليل أخطائهم تغتفر في كثير حسناتهم، وإن كان من خطأ فطريقة النصح المشروع أن يكون ذلك سراً بينك وبينه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة. ومن ذلك عدم الخروج عليهم، والخروج عليهم ليس فقط بالسلاح وإنما باللسان. أحياناً اللسان وذمهم والتشهير بهم هو نوع من الخروج عليهم، أو السمع لهم والطاعة في حال الرخاء، أما في حال الشدة فإنه لا يكون عند الإنسان سمع ولا طاعة، كما هو منهج بعض الناس، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يحب ويوالي للمال أو للمنصب أو للجاه أو للشهرة أو ما إلى ذلك. وإنما ينبغي أن يكون ذلك ديانة وعقيدة. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث إلى قوله: ورجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عصيا. قال الإمام الحافظ
أبو زرعة الرازي رحمه الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا شامًا ويمنًا، فكان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدًا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وكما نص على ذلك الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وكذا الإمام الطحاوي وغيرهم. خامساً: الدعاء لهم. الدعاء لهم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون وتصلون عليهم، والصلاة هنا بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. وعن الفضيل بن عياض قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. وقد ترمى أيها الداعي بأنك من علماء السلطان، أو أنك منافق، أو أنك كن صلباً في الحق، ولا تأخذك فيه لومة لائم، وكن على ثقة وكفاءة واقتدار بمنهجك، ولا يضرك عذل العاذلين ولا لوم اللائمين الذين خفتت عندهم هذه العقيدة، وهي عقيدة الولاء لولاة الأمر والسمع والطاعة لهم. فينبغي أن يراعى هذا، وأن نرفع الصوت جهيرًا بالدعوة لهم في الصلاة، في الإمامة، في الخطابة، في القنوت، في دعاء ختم القرآن، وفيما بيننا وبين الله، أن نحرص على الدعاء لولاة الأمر. وإذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، فليحذر طلاب العلم من هذا المنهج. سادساً: التعاون معهم وتأليف القلوب لهم، والوقوف في صفهم وجمع القلوب عليهم، وستر معايبهم، وعدم تأليب العامة عليهم في المجالس أو في المنابر، وذلك لتنتظم مصالح الدين والدنيا، ويتماسك المجتمع أمام المؤثرات ومؤامرات الأعداء والمنافقين الذين يريدون أن تغرق سفينة الأمة. ومما ينبغي عدم الافتيات عليهم، عدم الافتيات على ولي الأمر في أي أمر من الأمور. ومنها أيضاً الاعتزاز بهم، لأنهم لا سيما في هذه البلاد على العقيدة الصحيحة. لا تعرف هذه البلاد مظاهر القبور ولا الأضرحة، ولله الحمد والمنة. وكذلك ولاة أمرها يقيمون الصلاة ويدعمون المساجد، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، في بناء عظيم وتوسعات معمارية تاريخية ورسالة حسية ومعنوية، وكذلك بيوت الله والعناية بالقرآن، ولله الحمد والمنة في تحكيمه وطباعته ونشره وتطبيقه والتحاكم إليه. فكيف لا نعتز بهم وهذه أفعالهم، ولله الحمد والمنة. بل والله لو رفعوا السياط على ظهورنا وأخذوا أموالنا للزمنا منهج السلف بالسمع والطاعة لهم والدعاء لهم. فكيف ونحن ننعم بالخيرات في هذه البلاد المباركة؟ إن من عدم شكر النعمة أن ينشأ أبناء من هذه البلاد فيرجعون عاقين لبلادهم وولاة أمرهم، ويذهبون إلى بؤر الصراع والشقاق
والفتن والمحن، ويرفعون عقيرتهم بمخالفة ولاة أمرهم في أجندات وأيديولوجيات لا تخفى على الجميع، لكن علينا أن نحذر. ولها أجنداتها في مواقع التواصل آلاف التي تطعن في بلادنا وولاة أمرنا وعقيدتنا، لكن بفضل الله ثم بتماسكنا ستظل هذه البلاد بناءً شامخًا وصخرةً شمَّاء تتهاوى أمام تماسكها ووحدتها سهام هؤلاء المغرضين وأسلات الشانئين المرجفين الذين يبثون الشائعات ويهزون الرموز والقدوات. لكن هيهات هيهات، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. احترام هيبة الدولة، الدولة ما لم يكن لها هيبة وسمع وطاعة ولولي الأمر مكانة لا يبتذل الحديث عنه في المجالس بالنقد والهراء الذي لا يجر مصلحة ولا يحارب منكرا ولا يعزز دعوة ولا يقوي علاقة، وإنما يبث وينشر الجفاء والقطيعة ويبث أيضا الفرقة والاختلاف ويهز اللحمة الدينية والوطنية. فأنظمة الدولة واحترام ولاة أمرها مما يجب على الطلاب والطالبات بل وعلى المسلمين جميعا. عاشرا، عدم تتبع أخطائهم وتضخيم هناتهم. بعض الناس مثل الذباب لا يراعي إلا موضع العلل. الدولة سوت وعملت، وقد يكون هذا في المجالس وأمام العامة، وقد يكون غير صحيح، وحتى لو كان صحيحا فإن هذا ليس مجاله، المجال الإنكار فيما بينك وبينه. أين النظر في الإيجابيات أيضا التي يجب أن تدعم وأن يشجع ولاة الأمر عليها، وأن تذكر عنايتهم الفائقة ورعايتهم الجليلة للدعوة وللعلماء وللأمن ولمقدرات هذا البلد ومنجزاته ولرخاء هذا الشعب الوفي، شعب الوفاء والكرم أيضاً مع هذه الدولة المباركة التي رعاتها ورعيتها، ولله الحمد والمنة على منهج واحد وعلى قلب رجل واحد. هذا هو في الواقع أهم ما ينبغي أن أذكره في هذه القضايا المهمة، وأعرف أنني أخذت من وقتكم الكثير، لكنها رسالات محب وأيضاً مما ينبغي دائماً أن نتناصح فيه وأن نتوارد عليه، وهو محل اهتمام ولاة أمرنا ولله الحمد والمنة وعلمائنا وهيئة كبار علمائنا وعناية جامعة الإمام على سبيل الخصوص. ولهذا فأنا أرى من واجبي أن أشكر هذه الجهود المباركة في التوعية الفكرية وفي الحصانة الفكرية للطلاب والطالبات من خلال البرامج والمناشط التي تقدمها هذه الجامعة المباركة، جامعة الريادة والقيادة والسيادة على العالم الإسلامي في مجال التعليم والمعرفة. فبوركت جهود صاحب المعالي الأخ الكريم والشيخ الفاضل والعالم الجليل والمدير الوزير الموفق والمسدد الأخ الصفي الوفي معالي الدكتور سليمان وفقه الله، وأيضاً النخبة المميزة معه. ونشد على أيدي الجميع أن يضعوا أيديهم في أيدي معاليه للسير بسفينة هذه الجامعة إلى مرافئ الخير والأمن وشاطئ السلامة والسلام الذي تحققه هذه الجامعة مع منظومة الأجهزة المباركة، ومنها رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تناغم وتكامل وانسجام بين هذين الجهازين في تحقيق رسالة الدين والدولة والوطن وما يصبو إليه ولاة الأمر، ويكون محل توجيهاتهم السديدة وفقهم الله ورعاهم. أكرر الشكر والتقدير لولاة أمرنا
على عنايتهم ورعايتهم، وأخص جامعة الإمام مديراً وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ووكلاء الجامعة وأيضاً الموظفين والطلاب والطالبات وجميع منسوبي هذه الجامعة، وأنا منهم، أنا منهم، وأشرف بذلك وأفتخر، وأؤدي واجبي في خدمة هذه الجامعة في كل مجال من المجالات. فمعالي الشيخ حفظه الله يأمرنا ونحن من جنوده في هذه الجامعة في تحقيق رسالة الدين والوطن وولاة الأمر حفظهم الله وأعزهم. إلى المزيد قدماً يا جامعتنا المعطاء العريقة في علوم السيادة والقيادة والأصالة والمعاصرة التي تقوم بها هذه الجامعة في طراز متناغم متكامل، ولله الحمد والمنة. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، وحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا بمن الله وكرمه، وحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وسائر بلاد المسلمين، وحفظ الله جنودنا ورجال أمننا الذين يدافعون عن حدودنا في الحد الجنوبي، والذين يحرصون على استتباب أمن هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين وفي جميع الثغور والأماكن والمناطق، بوركت جهودهم، شفى الله مرضاهم وعافى جرحاهم وتقبل شهداءهم وسدد رميهم ورأيهم، وحفظ هذه البلاد وولاتها ورجال أمنها وعلماءها من كل سوء ومكروه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام هذه التوجيهات السديدة والتوصيات الرشيدة والأقوال المدعمة بالدليل والتعليل وكل ما من شأنه بيان الحق والحقيقة انطلاقاً من ما يكنه من إخلاص وإحسان قصد لدينه وعقيدته ووطنه وولاة أمره والواجب الملقى على عاتقه وعواتقنا جميعاً في خضم هذه التحولات والمتغيرات التي لا بد أن نعلم أن السهام المسمومة قد وجهت إلى صدور وعقول وأفكار أولادنا من البنين والبنات بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة يثار من خلالها العواطف العواصف وتدغدغ المشاعر، وكذلك يبحث عن كل أداة ووسيلة وأسلوب للعمل على خلخلة وحدتنا الوطنية والشرعية وما ننعم فيه من أمن وأمان وطمأنينة واستقرار ورغد عيش والتفاف حول ولاة أمرنا لا نظير له في العالم. لقد أجاد معاليه وأفاد، لقد أجاد معاليه وأفاد وبين وشفى وكفى ووجه بصدق وإخلاص، الأمر الذي معه لا بد أن نأخذ بهذه التوصيات والتوجيهات وأن تكون نصب أعيننا
وعلى بالنا دائما وأبدا. لقد حقق من خلال ما قال وذكر قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت كيف يكون؟ قال: يكون أئمة من أمتي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، يخرج فيهم قوم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت يا رسول الله فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أيضا أرسى دعائم المواطنة الصالحة وانطلق من نصوص الكتاب والسنة كقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، وما خرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ورأى دركات المدينة أو درجاتها أرخى زمام ناقته وفي رواية حركها لحبها. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وفي ذلك دليل على مشروعية حب الوطن، فأين نحن من هذه النصوص القواطع والجبال الشوامخ والبراهين الصواطع التي لو علمناها وفهمناها وربينا أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا عليها لاندحر المزايدون ولرجع أولئك المنافقون والمثبطون والمرجفون على أدبارهم خاسرين. شكر الله لمعاليكم هذا الطرح وهذا البيان الذي نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الزمان، ولذلك فإن مجيئكم واستجابتكم لدعوة الجامعة في المشاركة في هذا البرنامج المنبثق عن وحدة التوعية الفكرية لهو دليل على اهتمامكم وعنايتكم بكل ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويجمع الكلمة ويلم الشمل ويوحد الصف ويبين ويجلي كل أمر يمكن أن يكون فيه تدليس أو تلبيس أو يدس السم فيه أو يدس السم من خلاله في العسل. بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفع به درجاتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.